بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بنكمل مع بعض الحلقات أو السيريز الخاصة بفاراديز لو أو الماجنتي اندكشن أو الحث المغناطيسي. فبالتالي بنتكلم على فاراديز لو. حب أفكرك ونفكر نفسينا مع بعض إن فاراديز لو هو عبارة عن قانون فارادي اللي هو متعلق بالماجنتيك اندكشن أو الحث المغناطيسي. تمام جدا. السؤال بتاعنا هو ايه فاراديز لو؟ نفكر نفسينا بيه الاول. ان بيقول لي لما يكون في ماجنتيك فلكس او فيض مغناطيسي فاريبل مع التايم بيولد اي ام اف، بيولد قوه دفع كهربيه، بيولد باتري، يعني في الاخر هيطلع عليه كارنت. نفتكر مع بعض القانون بتاعنا ان الاي انديوست او الاي ام اف او الالكتروماجنتيك فورس الانديوست الناتجه من الحث او قوه الدفع الكهربيه الناتجه من الاندكشن بتساوي ماينس ان دي فاي باي دي تي. ده الكلام اللي قلناه في الحلقه اللي فاتت. واحده واحده مع بعض كده. الماينس ده عشان يحدد الدايركشن بتاع الكرنت اللي هيتحرك في اللوب بتاعتنا او بالبولاريتي بتاعت الاندكشن اللي ام اف الانديوز. واتفقنا مع بعض الدايركشن بتاع الاندكشن او انديوزد كرنت في اتجاه عكس اوبوزيت او عكس ايه؟ عكس الايه التشينج اللي عمل اوبوزيت تو ذا تشينج، عكس التشينج اللي عمل الاندكشن. يعني لو زياده هنقصه، لو ناقص هيزوده، وهنشوف مع بعض في الاكزامبلز ان ديتيلز. الان بتاعتك اللي هي عباره عن عدد اللفات او نمبر اوف تيرنز، عدد اللفات. لو عندي كويل او عندي ملف فالان هي عدد اللفات او نمبر اوف تيرنز بتاعت الكويل او الملف اللي بنتكلم عليه. لو بنتكلم دي فاي باي دي تي هو ده الاساس او ده التشينج اللي بيعمل الاندكشن، ده المسؤول عن القصه دي. يبقى ده عباره عن تغير الفلكس الفيض مع الزمن. والفلكس نفكر نفسينا مع بعض هو عباره عن انتجريشن او تجميع البي دوت دي اريا. ولو بنتكلم مع بعض ان البي بتاعك يونيفورم او منتظم او المغنيه المغناطيسي منتظم، يبقى عباره عن البي دوت اريا او متجهي المساحه. وفي الاخر ده لو فكينا الدوت برودكت او الضرب القياسي يبقى عباره عن بي اي كوساين سيتا. وكنا قلنا مع بعض في ملخص الحلقه اللي فاتت ان اللي هيخلي الفلكس ده فانكشن اوف تايم ات ليست واحد من الشروط الثلاثه، يا اما الماجنتيك فيلد فانكشن فور تايم، يا اما الاريا او المساحه نفسها داله في الزمن، يا اما الثيتا او الزاويه او الانجل اللي بتوين اي اند بي فانكشن اوف تايم، او الزاويه اللي بين المجال المغناطيسي ومتجه المساحه داله في الزمن. هنبتدي مع بعض الاكزامبلز بتاعتنا. وزي ما احنا شايفين اول حاجه لازم نجيب ماجنتيود او قيمه الاي ام اف انديوزد، ونفس تاني حاجه لازم نطبق لينز رول او قاعده لينز عشان نجيب ايوه البولاريتي بتاعتنا او اتجاه الانديوزد كارنت. ولو عندي نمبر اوف تيرنز او عدد لفات او ملف لازم اضرب في الان. نبتدي مع بعض اول اكزامبل على بركة الله. في الاكزامبل اللي قدامنا ده يا شباب بيتكلم عن عندنا لوب بالمنظر ده كده، ريكتانجلر لوب او عروه، اللينس بتاعها ال والويث بتاعها دبليو، ده الدايمنشن بتاعها، والريزستنس اللي موجوده في اللوب عباره عن ار. موجوده في منطقه فيها ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد في الدايركشن بتاعه الدوت دي معناه خارج او عمودي على الصفحه او بربنديكولار اوفر ذا بيج او توورد للخارج الصفحه، يعني كنا طالع في وشك كده. البي نفسها مش كونستانت فانكشن اوف تايم او داله في الزمن وبتتغير تبعا للريليشن اللي موجوده قدامنا بي نوت تي. المطلوب عندنا في الاكزامبل ده كده يا ترى الانديوزد كرنت بتاعك او التيار الحس بتاعنا هيبقى بكام؟ طيب نبدا الحكايه. الحكايه بتقول لك رقم واحد جيب لي الفاي. الفاي بتاعتك اللي هنبتدي نشتغل عليه عباره عن البي اللي هو كونستانت في الايه؟ في السبيس، ما بيتغيرش مع الاكس ولا مع الواي، يبقى البي دوت مين دوت ايه. طيب اول حاجه هنشوف العلاقه اللي بينهم، يعني بي تايمز الاريا في كوساين الانجل اللي بينهم. طيب الانجل اللي بينهم بكام يا نجم؟ قال لي ولا حاجه، الاريا فيكتور بتبقى عمودي على الاريا الزرقاء دي، يعني عمودي على الصفحه، والبي برضو كمان عمودي على الصفحه، يعني هما الاثنين مع بعضهم يعني الانجل اللي بينهم زيرو، يبقى كوساين زيرو ده ب 1. تمام كده. يبقى اللي حصل معانا الفاي هتبقى عباره عن البي بالاكسبريشن بتاعه اللي هي بي نوت تي ملتبلايد باي الاريا بتاعتك اللي هي الطول في العرض، يعني مضروبه في ال دبليو. جميل جدا. نكمل مع بعض.
الرول بتاعي اللي هو الاي انديوز دي بتاعنا، عندنا طريقتين عشان نشتغل بيه. اول حاجه الطريقه ان احنا بنشتغل كده ماينس ان دي فاي باي دي تي، يعني اول حاجه انا عندي هي عباره عن لوب ترن واحده مش كويل، يعني الان ده بون جميل. واحد يقول لك استنى انا عندي حد طريقتين عشان اجيب الانديوز، واحد يقول لك اجيب الماجنتيود الاول وبعدين احدد الدايركشن، واحد بيقول لك اشتغل مره واحده. خلينا في الطريقه الاولانيه، احنا عايزين نجيب مين؟ الاي بتاعنا كفاليو او كماجنتيود، يعني كاني حاجه افاضل دي فاي باي دي تي. جميل جدا، هنفاضل مين الدي فاي باي دي تي؟ قال الاكسبريشن الجميل ده كده هنعمله ديفرنشيشن وذ ريسبكت تو تايم، يعني هيطلع في الاخر ان الاي بتاعتك كابسوليوت فاليو، نفاضل الكلام ده كله، البي نود ده كونستانت تمام جدا، والال كونستانت، والدبليو بتاعتك كونستانت، وتفاضل التايم بالنسبه للتايم ب1 تمام. لما الحمد لله جبت الاي يبقى بمنتهى البساطه نجيب الاي انديوست ازاي؟ الاي انديوست ده جبناها خلاص، القوه الدفع الكهربائيه المستحسه، يبقى الاي انديوست دي جاست هنقسم الاي ماجنتيود دي مقسومه على الريزيستنس، اللي هو هيروح مطلع على طول ان الاي انديوست اللي احنا كنا بندور عليها هتتجاب كقيمه او كفاليو عباره عن بي نوت ال ملتبلايد باي دبليو مقسومه على مين؟ على الريزيستنس بتاعك. حلو جدا، بس ناقص نحدد هو الاي بقى الكرنت ده هيمشي كلوك وايز كده مع اتجاه عقارب الساعه ولا انتي كلوك وايز عكس عقارب الساعه؟ نبتدي نشوف مع بعض. اول حاجه زي ما انت شايف معايا بالمنظر ده كده ان البي بتاعتك بتزيد مع التايم، يعني الماجنتيك فيلد والماجنتيك فلكس بيزيدوا مع التايم. يبقى نبدا القصه. ايه القصه بقى؟ ان لينز رول، لينز رول اللي هي النيجاتيف ساين اللي موجوده عندك بتقول ايه؟ بتقول لي ان انا بعمل او يبقى الايه الانديوسد كارنت اجينست التشينج الايه البروديوسنج ات او الايه التغير المحدث ليه، يعني البي بتزود بيزيد مع التايم، احنا نفسنا نعمل عكسه يعني ديكريز ات. ديكريز ات يعني ايه؟ يعني نقلله، يعني نعمل ماجنتيك فيلد عكسه، كأن بنقول عشان نقلله كأن البي اللي جاي من الاندكشن او جاي من الانديوسد كارنت لازم يكون عكس ده. طب البي عشان يكون عكس ده هتعمل ايه؟ هتشتغل بايد سيادتك اليمين الرايت هاند رول. جميل جدا، ايدك اليمين مالها؟ ايدي اليمين دي يا ريس هتحط الدوت او الثامب بتاعك ده في اتجاه البي داخل لجوه الصفحه، تلاقي الاي انديوسد بتاع سيادتك لازم يكون في الدايركشن ده كده في اتجاه عقارب الساعه، حط اربع اصابع ايدك اليمين في اتجاه عقارب الساعه كده، يروح مطلع لك بي انديوست جوه الصفحه، يعني بيقلل البي الاصلي اللي هو اصلا كان بيزيد مع التايم. يبقى ده الكلام بتاع مين؟ لينز رول. يبقى ده اتجاه الاي انديوست. تمام. الحقيقه في ناس ثانيه بتقول لك ما بحبش اعمل القصه دي كلها، انا عايز اطبق مره واحده. طيب الطريقه دي كونسبشوال او من ناحيه المفهوم الطف وجميله جدا، دايما بتتك على القصه بتاعت لينز وبتوضحها، انما اللي بيشتغل على طول بلايند كده هيقول لك التالي، يقول لك ايه؟ قال لك ما توجعش قلبي، ما توجعش قلبي. قال لي بص انا لا هعمل بيزيد ولا تقل ولا الكلام ده كله، انا بمنتهى البساطه هطبق قانون دايركت. ازاي؟ البي بمنتهى البساطه خارج لبره، هروح حاطط صباع ايدي اليمين كده هو وندوره كده مع ادي البي لاوت وورد والاربع اصابع ايد اليمين بالمنظر ده كده، يبقى حط صباع ايدك اليمين الثامب او الابهام لبره البورد، يبقى تلاقي البي او الاي بتاعك بالمنظر ده كده، ده اسمه الاي انديوست. ايه ده يا معلم؟ قال لك بس اصبر عليا، اصبر عليا. وهنا في الحاله دي انا فرضت البي في نفس اتجاه الكرنت، في نفس اللي كانه المحدث للبي او كانه اللي بيعمل البي اللي هي الاصليه كده. بيقول لك في الحاله دي ده كانه ايه يا معلم؟ ده كانه ده الاسامشن، ده الفرض بتاعك، اسيوم. الفرد ده ممكن يتقلب لو بالماينس ويفضل موجود لو بالبوزيتيف. حلو جدا الكلام ده، جميل جدا، والكلام ده مفيد ومهم، لان لو في اكتر من حاجه ما ببقاش فاهم بيزيد ولا بيقل لازم اشتغل كده. يبقى دي هنأسيوم كرنت في نفس اتجاه الكرنت اللي محدث او اللي عمل البي. تمام، نيجي نشتغل القانون الاي انديوس ده، هروح داخل بالايه؟ بالرول بتاع فرضيه لوكشه واحده، يبقى ماينس ان ديفاي باي دي تي. خلاص بقى يا معلم، لا هشيل الماينس ولا حاجه، اروح حاطط كده ماينس والديفاي باي دي تي ان ده كان ب1. جميل جدا، والديفاي باي دي تي لما حسب ده كان طلع عباره عن بي نوت ال دبليو. ايه ده؟ طلع معاك يبقى الاي انديوسد بتاعك
هو عبارة عن الـ E induced مقسومة على الـ resistance، يعني تطلع minus B نوت الـ W مقسومة على الـ R. حلو قوي. أنا لقيت في الآخر، لقيت إن الـ current موجود في minus، يعني معناه opposite direction to the assumption، opposite to the assumption بتاعك، to the assumption، عكس المفروض بالظبط. شوف بقى اللي تعرف تشتغل بيه أو تحله كنبه، ما دام عكس الأسامشن أطلع أنا وأنا بحل، حطيت ده أسيوم كده في نفس اتجاه البي ونزلت بالرول واشتغلت بالماينس وظبطت، طلعت الماينس زي ما هي اتس أوكي، طلع اختفت الماينس يبقى الفرض بتاعي صح، طلعت الماينس موجودة يبقى معناها لازم إيه؟ لازم يبقى عكس الدايركشن بالمنظر ده كده، يبقى ده الأي انديوست، يعني طلع نفس الحل التاني بالظبط. الطريقتين صح، اللي تشتغل بيه أو اللي تحبه اشتغل بيه. الطريقة الأولانية أفكرك تاني، كنت بتشتغل على مرحلتين، تجيب الـ E induced كماجنتيود، وبعدين على حسب لينز روب بالكونسبت وبالفهم تقول بيزيد نقلله ونظبط نفسي. تمام جدا. الطريقة التانية يقول لك لا، أنا هشتغل بالقانون بالنيجاتيف بعاب مرة واحدة، يبقى هعمل أسيوم للـ I في نفس اتجاه الـ B، والله بقى بعد ما حليت طلع القانون في ماينس يبقى هنعكس، طلعت بوزيتيف يبقى خلينا زي ما احنا. تمام كده. يبقى اتعلمنا الاكزامبل ازاي ونطبق فرديز لو دايركت ازاي. الكيس الاولانيه والاكزامبل ده كان بيغطي لو كان سبب الاندكشن او سبب الحث ان البي هي اللي بتتغير مع الزمن.